اكيد حابين في الاول نتعرف عليكي، فخلينا نعرف الاول عنك اكتر وازاي بداتي مع الانشاد كمان. انا طبعا سبب تسميه الاسم ان انا بدات في السيده زينب، كنت دايما بتردد عليها دايما. عظيم. وبعدين حبيت في مره كده ان انا عايزه اجرب، ان انا بشوف ناس بتمدح حضره السيده زينب فنفسي يعني امدحها، فربنا اكرمني ولقيت نفسي بنشد لها حاجه والناس كلها بتتفاعل معايا وحبوا ده جدا وطلبوا تاني وطلبوا اناشيد مختلفه كتيره، وانا في الوقت ده كنت يعني لسه ما مش عارفه. فبدات بقى ايه، لا انا لازم احفظ عشان اروح السيده زينب وانشد الناس البي لهم طلباتهم. وقررت تكملي بقى في اللون ده تحديدا مش في حاجه ثانيه؟ اه طبعا قررت في مدح حضره النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته عموما كلهم. ده يكفي الثواب اللي هتاخديه على كل مره حد بيكرر الصلاه على النبي بموجب الكلام الجميل اللي انت بتقوليه. بعد كده الحمد لله بقى ربنا اكرمني لما يعني والدي ووالدتي عرفوا، فكمان قالوا لي ايه، انت لازم تثقلي الموهبه دي بالعلم. درست الاول مع المنشد السوري استاذ محمد ياسين المرعشلي المقامات الموسيقيه، وبعد كده حاولت برضو اثقلها اكتر والتحق بالنقابه، فروحت النقابه مع الشيخ محمود التهامي واتخرجت من الدفعه العاشره من شهر تقريبا او من شهرين. وكرمني الله يبارك فيك، وكرمني مستشار رئيس الجمهوريه الشيخ اسامه الازهري، وبقيت الحمد لله عضو في النقابه. يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني بس الموضوع ابتدى من رغبه لحلم لبعد كده يعني ما شاء الله تتكرمي من الحمد لله. يعني الحمد لله بطلع حاجه حلقات خاصه، وكمان كنت لسه عامله انشوده من قريب للمولد النبوي كلمات استاذ احمد مرسي والحان الموسيقار الكبير فاروق سلامه، وكنا عاملين لها تصوير خارجي جميل كده، وكان في ندوه تتبع للشاعر لتوقيع ثلاث دواوين ليه، وطلعنا انشدناها ما شاء الله يعني. والحمد لله عملت برضو اعمال كثيره خالص خاصه بيا، بحبك يا نبي. برافو ان في تطوير، لان كمان احنا خلي بالك احنا بص احنا في 2021 لغايه النهارده احنا عايشين على الانشاد الديني بتاع الستينات والسبعينات اللي هو رائع الحقيقه، والاسماء بقى الثقيله والمهم. بقى لنا فتره ما سمعناش يعني مستجدات في هذا اللون. بالظبط. وانا برضو عملت بحبك يا نبي على لحن هوا يا هوا بتاع عفاف رازي، بس كتبت عليها كلمات جديده لحضره النبي صلى الله عليه وسلم.